انه النجم لازم مستواه يبقى ثابت، وعشان مستواك يبقى ثابت لازم تكون بتحافظ على نفسك، بتتمرن كويس جدا، مركز جدا، حياتك كلها في الكوره، بتنمي نواقصك جدا، مش انت تقول جريندو بس ناقص شويه حاجات. صح. فانما اللعيبه يعني ايه تكون بتهتم بالجوانب دي. ومنهم يا استاذ محمد فيهم من يعني لو الاكثر ثباتا برضه الاكثر تاثيرا، يعني من داخل الخمسه دول في ناس الاكثر تاثيرا في فرقها، يعني بتصنع الفارق حتى لو اختفت مره واثنين، لكن هو دايما هو بيبقى فرس الرهان في فريقه، وان هو قادر هو يصنع الفرق ويقدر يخوض بس على فريقه فكره ويتحكم في رغم وسطه. جريندو وموهبته راح البنك الاهلي، ما هو انتقال حر كمان، دي غريبه ما جدا. هو كان عقده بيخلص وما تجددش. خلي بالك الزمالك كان عايز جريندو السنه اللي فاتت، يعني في الصيف اللي فات كان بس داخل برضه فيه ما تجددش، دي وكان غريبه ساعتها. جدا في المصري. ممكن يكون اصل البنك كمان من الانديه اللي بتدفع رواتب كويسه، لا يعني من لو هو بدري المصري ما جدد له يعني ما يعني كان جددش ممكن عقده. المصري من بدري، هو خلي بالك لانه لعيب جريندو برضه يعني مميز. عمل مباراه او اتنين استثنائيه الناس شافتهم، حتى لدرجه الناس قالت لك ازاي بعيد عن المنتخب، والبعض قال لك لا ده ده الناس هو فاكراه من اسمه، مصري. ده من مش اسمه بتتكلم على انه اجنبي، انا متابع مش جريندو من مصري. سنتين فهو ثلاثه عمل فاكر، ماتش هو من السنه اسمه دي. الناس فاكراه مش مصري لا افريقي. ايوه عمل ماتش حتى السنه دي ستايله كويس اسمراني قوي. وشعره عامله كده، فتحس انه لكن أه. هو في لعيبه كده يا استاذ محمد مهما كان مستوى متميز لكن عمرها قصير، لانها ما بتقدرش يتحافظ على زي ما بتتكلم على ثبات مستوى، فبيبقى لعيب ماتش او اتنين ممكن بيبقى عامل مشاكل، فمدير الفني بيفضل لا يا عم خلينا زي نبعد صالح عن الشر. جمعة طبعا طبعا بقول لك، انا مدربي تنبأ ليا في البرتغال وانا مع علي غزال في الفرقه ان انا هلعب برشلونه او ريال مدريد. طب هو هو صالح جمعة لما صالح جه، لما جه موهبه. وبدأ كان حد كان متخيل ان هو يوصل بيه الحال ان هو دلوقتي الاسماعيلي بيفكر هيقعده ولا مش هيقعده؟ يعني صالح جمعة ده يعني كان مستواه لا معلش، ومهاراته وامكانياته فعلا تأهله ان هو يلعب في اوروبا على الاقل، يعني ما كانش يلعب في برشلونة. ده بقول لك مدربه قال له لما كان في البرتغال هتلعب يا ريال مدريد يا برشلونه، يعني الناس كانت مقتنعه بامكانياته لدرجه تنبأ له الراجل في المستقبل ممكن يلعب ريال مدريد او ده هو برشلونه. حاجة وهو بيقولها المفروض يقولها وهو في زعلان الاخر لعب يعني. بالعافيه، لو يعني اكتر واحد الاسماعيلي اخده على الصيت. هو ما لعبش في بص انا اقول برشلونة، لك لا حاجة على الصيت، يعني هو على امل انه بقى يخس ويحافظ على نفسه ويرجع تاني يبقى عنده الدافع، لكن اكتر واحد خد فرص في النادي الاهلي هو، لا كان في التاريخ كل شوية ايه نجي احنا نعمل موضوع في الجورنال قال لك ايه خلاص رحيل المرة لصالح جو. لا اخر دي الفرصة الفرصة الاخيرة الأخيرة وانا صالح جو. هحافظ عليها، هو اتمسك وهو قاعد ان انا كذا. الاهلي حافظ عليه لدرجة غير عادية لانه كان كل شوية تلميح بورقة ايه الزمالك، فالاهلي حافظ عليه لاقصى درجة. وهو انه برضه كان خلي بالك الجمهور كان بيحبه، كان لاعب مهاري ولاعب هو كان لاعب كبير، الراجل ده خفيف لاعب منتخب وبتاع، مصر في تصفيات كأس فان عالم انت يوصل طبعا، لدرجة وكان نجم، بالمستوى ده كان نجم طبعا المنتخب عشان الأولمبي، وكان لا نجم والمنتخب المنتخب الاول مع لعب منتخب اول طبعا مع كوبر. هيكتور كوبر، وكان قبلها كان يعني كان نجم لعيب مؤثر في طبعا، منتخب كان مصر هو طبعا. معلم المنتخب الاولمبي الفتره اللي لعب فيها منتخب اولمبي افتكر، اعتقد يعني كان جيل كابتن شوقي حسام البدري تقريبا كان الجيل بتاعه، وكان في نجم منتخب الشباب. هو اللي زي صلاح محسن اللي زي صالح صالح جمعة جمعه مش كده يعني، مش بنفس وضع صلاح جمعه. هو صلاح محسن لعيب ملتزم بره الملعب، لكن هو تحس انه مش لا يعني بس مش مش مدي مقارنة موهبته. لا لا ما انا ما بتكلمش بره الملعب صلاح، ولا لا ولا الالتزام. لا صلاح محسن مودي، ايوه محتاج هو شوية مودي، معاملة هو مودي، معينة، محتاج الضغط هو عليه، بس هو ظبط هاله نفسه الموسم اعلاميه، الأخير خد هاله اعلاميه في انتقاله الكبير، رقم كبيره، الكبير. وخد رقم وخد كده. كانت بس لا بس دلوقتي المقارنة رد عليه. حرام، لا لا لأن دلوقتي صلاح كمان مش مفرط، مفرط في الأكل ومفرط لا في لا ما هو ما انا يعني. ما بتكلمش عن يعني الكره شبه دلوقتي. منه اسف المدير الفني للاهلي دلوقتي بيقول لك انه ده نمره واحده عندي، يعني ده هو دلوقتي معتبر انه عودته ده بيقول لك هتشوفوا لعيب تاني. يعني انتوا لو كنتوا بيرسي تاو شايفينه ان هو مثلا بس. هو صلاح كان الحقيقه اخر ماتشات في عبء على سيراميكا الاهلي، فهو هو قعد معاه وقعد يعني اتكلم مع الجهاز والجهاز فقال لهم ده انا يعني ده انا ده اصر على مستقبله رجوعه، معانا. اصر على رجوعه يعني طول. ده قاله بس هو مستقبله معانا صلاح انا الحقيقه واثق مقدم فيه. كمان مع كابتن حلمي طولان السيزون بدا كله مش بس اخر ماتشات، بس يمكن اخر اخد البلد ماتشات كان مميز كسر قوي. الدنيا، ماتش بيراميدز طبعا وكاس اه في النهائي المقاولين كاس كان مكسر الرابطه الدنيا يا استاذ محمد. هو اللي حصل انتقاله في في الاهلي مع انبي، الهلال تقصد في انبي؟ في ام بي اس قبله من انضمامه الاهلي برقم خيالي لا طبعا، يعني اقصد وكان رجع يعني الناس كلها حتى الان بتحمله مسؤوليه اللي هو ارتفاع الصفقات. راح لا النادي يعني الاهلي لعيب كان الخط، لعيب صغير ما خدش فرصته بس في بتاع الماتشات مستوى الاخيره اقل زي اللعيب كده. الخطاف، اللعيب طبعا طبعا لا لعيب اللي مستوى بيتواجد في اماكن صح، اللي بيستلم صح، اللي صح. وقليل لما تلاقي لعيب مصري بيجري بالكوره، يعني فكره الجري بالكوره دي انك تجري بالكوره يكون عندك سرعات بالكوره مش كتير متوفره. احنا عندنا ستايل تاني في المهاره، احنا دايما اللاعب المصري مهاره على الواقف اللي هو يرقص ويسرو بتاع، لكن اللعيب اللي بيجري بالكوره ده ستايل اوروبي يعني قليل عندنا. صلاح محسن سريع جدا بالكوره وسريع طب من غير مين بقى الكوره عندنا بيعمل كده؟ طبعا. هو زيزو. على راسهم صلاح طبعا، لا ما ده صلاح على ده في حته الراس ثانيه، يعني بتكلم على اللي عندنا هنا. اللي عند زيزو بيعرف يجري حسين بالكوره الشحات، بشكل  كويس.
كويس، حسين الشحات وان كان حسين الشحات يعني سرعات بالكوره، حسين الشحات بيرقص كويس على الواقف وبيخترق في مسافات قصيره، يعني حسين الشحات بتاع مسافات قصيره، صلاح محسن لا، صلاح محسن يمكن لو تفتكر خالد بيبو مثلا في عزه، خالد بيبو من اللعيبه اللي لما كان فورمه على مستوى كان يعرف يجري مسافات بالكوره 10 متر و20 متر ويعرف يتحكم فيها صح، حسين الشحات لا مسافات قصيره. عارف مين في الزمالك عنده الحته دي محتاج بس يعني يركز فيها؟ نيمار. نيمار طبعا طبعا للاسف نيمار لا لعيب كويس، نيمار بدا او نهى الموسم اللي فات افضل بكتير من وبدا الموسم كويس، بس هو الموسم ده بس على فكره الموسم ده اخر ماتشات كان كويس. ليه ليه لا بس يا استاذ محمد يعني انت نيمار كنت متوقع له حاجه تانية ان هو مستواه يعني فهو يوصل كده يعني يتراجع مستواه، بس هو دريبلر بالكوره ممتاز طبعا، ممتاز فكره ان اللاعب كمان يأدي في اكتر يعني من مكانه يغير مكانه لا وتحكم في الكوره بمناسبه اللعيبه اللي بتجري بالكوره، نيمار عنده التحكم الكبير ده. لك تعليق على القصه بتاعت حسين الشحات؟ وانا شايف ان انا عارف ان انت هتقعد تنكت عشان تتكلم في القصه. لا والله انا اقول لك فانا بجيبها بص على طول عشان نخلص. بص انا اقول لك حاجه، انا النهارده بحيي مجلس اداره النادي الاهلي لانه اعلن العقوبه واعلن نص مليون، والنادي الاهلي مش مطلوب منه اكتر من كده لانه ايقاف اللاعب فهو ده ضرر للنادي مش ضرر ضرر للنادي مش للاعب، فانه يتخذ موقف النهارده ويطلع بيان قوي يوضح ان هو رافض هذا السلوك فده امر احترمه، يعني امر احترمه. اللي انا برفضه يا استاذ محمد وبعترض عليه، حتى قال في بيانه انه رغم الموسم الكبير والبطولات طبعاً طبعاً ومع الوضع في الاعتبار برضه اعتذاراته الى ان برضه